خلينا نتفق ان كلنا احيانا بنبقى قاعدين وتحس كده ان طاقتنا ساعات تقول ايه بلهجتنا العاديه انا ما عنديش طاقه طاقتي بجد واقعه جدا ومتبقاش عارف السبب او تبقى حاسس ان بيتك تقيل او تخش بيوت تقول ايه البيت ده طابق على نفسي بنستعمل الحاجات دي واحنا مش عارفين ايه الاسباب تعالوا كده نفك المساله ونتكلم اكتر عن حاجات كتير جدا ممكن تساعدنا خصوصا حتى في الفتره اللي احنا موجودين فيها دي يعني صيف و... و... وبنروح بحر وموجودين في بيوت ونقدر نجدد ايه ونغير ايه وناخد بالنا من ايه ضفتي يعني هي كلها طاقة أصلا حلوة وهي حلوة وهتكلمنا عن علم الطاقة دكتورة سهى عيد مساء الخير يا دكتورة سهى مساء سوها. الخير بجد أنا سعيدة أنك موجودة معنا وتشاعي دايما طاقة حلوة, دا حلوة. فخلينا كده يعني دايما بنسمع الجملة دي يقولك إيه أنا قاعد في البيت حاسس أن, إن طاقتي كده حاسس ان حاجه كاتمه على نفسي والناس ما بتبقاش عارفه ايه السبب هو طبعا ده بيرجع لعلم البونشوي او طاقه المكان اللي هي مسارات الطاقه الغير مرئيه في المكان دي بتاثر على الانسان يا اما بالايجاب او السلب <متحدث> عن طريق بقى الديكور الانشائي بتاع المكان مواقع الحمامات والمطابخ غرفه النوم اتجاه سريرك بتنام فين وراك ايه قدامك ايه حاجات كتير طب انا هاخد معاكي بالتفاصيل <applause> طيب. عشان خلينا نقرب للناس ايه فكره <متحدث> اتجاه السرير انا مثلا في البيت أه احط السرير فين اول حاجه احنا عندنا اربع حوائط للاوضة مسجد. لانها اوضه مربعه او مستطيله ففيها <applause> اربع حوائط <applause> <applause> لما يكون عندي حيطه مشتركه مع حمام يبقى معنى كده ما ينفعش احط السرير ايه السبب؟ ليه؟ لان احنا عندنا مسارات ميه آآ آآ زي ما بيقولوا في ظهر هي اه اه اللي هي اللي الحاجات اللي هي مواسير الميه, المية عموما يعني المواسير الميه دي بتبقى فيها ميه والميه دايما معروفه انها متحركه وغير ساكنه فدي بتعمل ارق وقلق وعدم راحة للشخص اللي نايم ووراه حيط الحمام أوه. فلما يكون بقى فيه حمام مشترك مع الحيطة اللي بننام عليها دي صورة دي صورة أوه. هي مثل هي نفس الفيلم ده ده, ده, ده الحمام ده والحيطة أوه. وده السرير فأنت مش تولاد. عايزة يتحط على الحيطة دي أوه. سواء اتولد سواء حوض سواء يعني بيأثر ايه على الطاقة يعني بيأثر على الشخص بيخليه في وضع قلق غير أوه. مستقر بيبتدي ان هي ما يعني بيفشل يعني طاقه المايه والحطب بتزيله انا متحركه احنا المفروض الطاقه بتاعتنا ثابته ثابته وننام علشان دي اوضه نوم اه فمعنى كده هتلاقي السبكونشس والانسان هجيله آآ آآ يبقى عنده قلق ومش عارف القلق مش عارف القلق فاذا انت صحيح ان هم ينقلوا السرير في حته ثانيه يبقى المكان ده هنحط فيه الدولاب ده, ف... ده الصح هنا برده غلط هنا احنا دايما كتير قوي بتلاقي اوض النوم بعض البيوت مش كل البيوت طبعا في التصميم راح عامل لك اوضه اوضه الل... النوم قدام اوضه الحمام ده غلط جدا 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 أوه. لازم ينرحل باب الحمام يمين ينرحل الباب انت مش عايزه الحمام مين. يقترب من اوضه النوم يعني يبقى, يبقى يعني حتى كده كمان لانه مسار طاقه مندفع أوه. يعني هتلاقي مسار طاقه في... في... الحيطه ما علاقه بالحمام بالظبط سمعت كمان انت قلتي مره او يعني حكيتي لي انا شخصيا وقلتي المرايات اه طبعاً. اللي هي فكره ان انا المرايه اللي في الوش يعني آه. تبقاش المرايه في وش السرير آه مظبوط او المرايات الكتيره يعني انا بشوف الناس دلوقتي قطعه الديكور دي بقت سهله قوي آه. بدل ما يكون عندك دولاب فيه قيمه حلوه وشكل حلو وجمال حلو بنروح جايبين على الدولاب مرايه كبيره مراي. كل الستات تحب المرايات <applause> ماشي بس أوه. مش مش بالطريقه دي يعني احنا عايزين نعمل زي زمان جدتي وجدتك كانوا زمان يبقى عندهم المرايه المرايه جوه الدولاب جوه الدولاب تفتحي درفة الدولاب تلاقي المرايه طب هنا بقى صح ولا غلط آه هنا برضو غلط هنا برضو غلط اه دي بتعمل مشاكل صداع ممكن امراض في الصدر حاجات هي زي قريبه برضو مصار من مسار الطاقه من مسار الطاقه قريبه من الحمام اه وبيسيب مين بالمرض اكتر واحد بيمرض الزوجه او الزوج اللي نايم على الطرف اللي قصاد الباب، باب الحمام هو ده اللي عنده أرق ده اللي هيبقى عيان مريض كمان بيجيله آه. أمراض عنده قلق طول قلق الوقت قلق طول الوقت، عدم استقرار، عدم ارتياح فده بيخليه ولو كده بقى دل. كمان عنده الحمام هنا ومرافوش لا مرافوشه وش بقى دي انعكاس طاقة مش لطيف، ليه؟ احنا المرايات المفروض طبيعتها بتلاقي مراية بحجم كبير تلاقيها في الجيم بتلاقيها في الـ الـ عشان الحركة المكان ونشاط. اللي فيه رأس مثلا او, أو. حركه ونشاط تديكي حركه ونشاط وطاقه عاليه فاذا انت قصدك ان المرايه بتصحصح البني بتصحصح ادم والبني صح البني آدم, البني ادم لازم ينام والمفروض ان احنا ده مكان للنوم فما بتعملش طاقه حركيه عاليه فبالتالي احنا محتاجين المرايه دي تكون مقننه زي زمان يبقى تلاقي السراحه ليها ضرفتين أوه. قبل ما انام اقفل ما مفيش مشكله ولكن ما يكونش ما يكونش في انعكاس أوه. طاقي مباشر طب هنا على الصوره دي صح ولا غلط؟ الصوره دي جميله حلوه قوي يعني دي صح جمالها حلو ازاي؟ ان هي بصي الالوان حياديه انت هنا بيضة. هنا تقصدي طاقه الالوان يعني <applause> المكان أوه. مش عايزه ازعاج بصري في ناس كتير تلاقي اوضه انا بوافق على ده بحب عدم الازعاج البصري انا بشوف أوض نوم حمراء مثلا حته حمراء واوضه نوم سوداء غلط طبعا ما ينفعش الاسود صعب اه دي الالوان النوت كلر اللي هي ممكن تكون البيج او رمادي يعني اذا اوضه النوم أو لازم تكون الوانها هاديه السرير لونه هادي انا انا مره يعني صديقه ليا بتقول لي بتقولي يعني انا اشتريت مثلا يعني ملايه لونها نبيتي والاوضه سودا الله فانا قلت لها انت هتنامي ازاي اصلا كده لا لا هتتخانق ايه وجوزها اكيد بجد اه فانت دايما خلينا نرجع للصوره دي استاذنكم آآ آآ الصوره دي إذن الالوان كل ما كانت السرير هادي عشان كده دايما تلاقي الفنادق دايما السرير ابيض عشان كده انت تحبي الفندق تحبي الفنادق أو, أو تقولي برتاح فيه بترتاحي فيه اكتر او المستشفى المستشفيات المستشفى يعني مش قوي مش لا حاجة. يعني بيحطوا حاجات بيضاء اه حاجات ألوان هادية. هاديه الوان هاديه فاذا لازم السرير يعني الوانه هاديه السرير ممكن يكون ملايه السرير ممكن تكون سيمو تكون لونها مثلا آه. اورنج فاتح هادي آه. يكون فيها حاجه مثلا خاصه بالانسان ان هو ايه يبقى لون بينك وردي كده يعني أبيض. كل كل ما كانت الدنيا هاديه كل ما الوان الإنسان ما هاديه الانسان بيرتاح اكتر ولا تشوش تشويش في حياته وده مهم في طقته. جدا جدا تلاقي انسان مستقر ناجح في حياته بينام كويس لان دايما ايه علاقه النوم بالنجاح ايه؟ نام مرتاح ياتيك النجاح كل ما تنام بعمق وتنام بقوه كويس قوي تقدر انك انت تنجح في حياتك وتبقى سعيد ومبسوط. انا سمعت كمان حاجه يعني برضو من الحاجات وهي يعني انت اضفتي عليها وهي يعني اهالينا في الريف فقلتي ان في الريف بيوتهم ابسط وهم يعني بيعيشوا بطاقه ابسط بكتير مننا آه لانه آه. بيختاروا الوان بسيطه طبعًا. والبيوت بسيطه يعني آه يعني مش عايزه اقول لك التكنولوجيا بتقل قوي عندهم ما بيبقاش عندهم حاجة. يعني هنا قوي. مثلا هي ده بيت ريفي بسيط جدا وجميل عشان كده لما بروح جميل النوبه آه. والصعيد والناس وال... بترتاح يعني يمكن الخضار او الزرع كل ما يكون موجود في البيت آه. يكون افضل طبعا وانا بنصح الناس بلاش الصبار يا جماعه آه. بلاش الصبار بلاش الصبار ايه بلاش الصبار ايه مشكله الصبار آه الصبار دايما معروف ان هو بينمو في الاماكن المهجوره تمام اللي ماش آه. حياه اللي هي الخربة اللي فيها خراب فبلاش الناس ف... تاخده في البيوت فبلاش ان احنا آه نشد طاقه الصبار ونحطها. ونحطها جوه البيت اه الصبار في المقابر ماشي ماشي آه. الصبار بتلاقيه مثلا في الاماكن الصحراويه الخاربه اللي ما لان الطاقة. هو كمان يتحمل آه ده يتحمل ده فانا بات مش عايزاه في البيوت اه فاحنا ضد الموضوع ده في لكن العلم طاقه المكان ان هو مش مفضل على الاطلاق وجود الصبار حتى في البلكونات اه ورود عادية وحاجات اه عادية. يعني نباتات ورقية حلوة لبلاب آه اي زرقة حاجات لطيفة جهنمية لذيذة شوية حاجات كان في صورة كده يعني آه مثلا هنا دي بلكونة هنا احنا كنا بنقول بقى عارفة المصايف بقى الناس دي اللي ما طلعتش مصيف آه انا بقول لهم يا جماعة فرفشوا البلكونة دي على فكرة البلكونة آه طيب ودي نقطة مهمة آه يعني لو ناس ظروفهم ما نفعتش يقدر يغير البلكونة بتاعته آه يقدر يغير البلكونة بتاعته وتبقى مصيف آه يعني الصورة هنا شايفة ألوان حلوة آه بلكونة بسيطة آه ومهما كانت بسيطة يعني شوف ألوان ربيعية فيها فرحة فيها إشراق فيها تفاؤل ما فيش ألوان غامقة ممكن الواحد يقعد فيها يشرب كوبايه شاي ينبسط يتكلم في داخل شمس الالوان قد ايه بتاثر على تاقديتك؟ أه, طبعا الالوان مهمه في حياتنا جدا الناس اللي بتميل للكابه هتلاقيهم بيميلوا لاختيار الالوان الكئيبه اه زي اللون البنفسجي الغامق زي اللون الاسود زي اللون الاحمر قاتم اه فدي من المشاكل الكبيره اللي بتواجه بس مثلا المسكتي. انا هسالك سؤال اقول لك مثلا في الشتاء يعني انا دلوقتي لابسه الوان فاتحه لان انا في فصل الصيف بس في الشتاء مثلا كلنا بنلبس الالوان دي هل هي متماشيه شن... مع الشتاء فيبقى تمام؟ لا انا بتكلم عن ديكور البيت يعني ديكور بصي البيت أوه. يعني البسي اللي انت عايزاه براحتك بس كل ما تكون الالوان مفرحه في البيت. مبهجه أوه. بتنعكس على شخصيتك وتاثر على البيت أوه. يعني احنا كلنا ما بسافر اوروبا تلاقي ستات عواجيز بقى 60 و70 سنه وكده ولابسين كل الالوان اللي ايه تديهم طاقه تديهم طاقه جميله وتفاؤل واشراق أوه. اه الالوان الكئيبه احنا بنقولك الوان غامقة بتخلي حياة الانسان غامقة شوي حتى كمان بيته يعني انا بفضل الناس اللي هي بتحط اللون البنفسجي بكثرة مش مفضل م. ليه لان اللون البنفسجي عبارة عن لون احمر ناري ولون اسود مائي تزاوج الطاقتين آه. دولت مش مفضلين مش مفضلين عشان كده اختاروا البنفسجي او لون البنفسج للجنائز صح في فيبقى لايق على آه. الحاله آه. حاله وبيعمل الحزن نوبات كتير من الحزن والاكتئاب البيت لو الوانه مش مظبوطه هيعمل خلافات اه طبعا 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 يعمل يعني الناس اللي دلوقتي اللي عندهم ستاير احمر في اسود او كنب احمر في اسود عارفين ان في مشاكل زوجيه انا سود فيه مشاكل زوجيه والناس اللي عندهم بيج مثلا ولا جمال زراف مالهم ما عندهمش <applause> <شي> يعني يعني <applause> تغ... يعني مثلا عندك دي صوره مثلا قولي انطباعك ايه هنا بصي صوره جميله جدا الانطباع هنا مفرح جدا الوان م. لبني الوان مبهجه الوان جميله ما فيش اللون الداكن الموجود خصوصا المكان ده على البحر فحلوة قوي قوي إن انت تختاري الالوان البلو اللي هي الالوان الزرقاء الفاتحه لون السماء لون البحر هل كمان التعايش مع الطبيعه لا. يعني احيانا مثلا الناس اللي بتبقى على البحر تجيب عفش اللي هو بتاع مصر القديم فتحس ان في مفارقه على ده يا شفتي آه غلطه كبيره بنعملها كتير لما نكون ناخد بيت في المصيف نبتدي نجيب الكراكيب بتاعت بيتنا اللي احنا أوه. مش محتاجينها ونرميها في البيت المصيف طب انت جاي تنبسط ولا جاي تكركب حياتك أوه. لا انبسط أوه. حط حاجة بسيطة, بسيطة جدا حتى لو العفش قديم جددوا جددوا حط تنجيد جديد لونه لبني فاتح لونه ابيض جميل لونه رمادي صحيح. الوان سادة البيج الحلو الالوان النوت كار. فيدي يدي وسع اولا الكراكيب ويدي بقى واحنا م. انت عارفه في مصر الكراكيب يا سلام ما بنرميش حاجه ابدا <applause> اللي هو لعبه لعبه حماده تفضل موجوده آه. برطمان موجود برطمان عارفين. يعني برطمان ما ينفعش آه. الكراكيب آه. بتاثر على اه طبعا, طبعاً. الكراكيب في مسار الطاقه الغير مرئي احنا بنتكلم على ازاي نعمل بيت ديكوريا الديكورات المتوازنه في طاقه المكان او الفانشوي يعني ازاي بصمم بيت وبختار الوان تخلي السكان بتوع البيت دولت ينبسطوا يتفائلوا آه يبقى عندهم اخبار سعيده يخش لهم حاجات بهجه يبقى ما عندهمش اكتئاب كتير كل ما تقل الكراكيب فبيبقى في فضاء اكتر يعني الكراكيب بتعمل ايه بقى في المكان بتسد مسار الطاقه المتحرك في المكان م. بتعمل كده قفله طب الكراكيب اللي تحت سرير النوم ده مش شنط بقى وكياس مشكلة. كياس كياس مشكلة. و... مشكلة. والسجاجيد المبرومه اه دي غلط ليه انت محتاجه مسار طاقه المسار الغير مرئي متحرك احنا حوالينا اشعه كده ومسارات مختلفه نتيجه للاثاث الموجود والالوان المنعكسه علينا مم. فطبعا احنا لما بنيجي نسد هذا المسار ما يبقاش بت... عندنا مسار متحرك ما دلوقتي الموضه طلعت ان السرير تلاقيه لازق على الارض لا مم. غلط اه انا السرير ما يلزقش على الارض لازم اجيب رجلين حوالي 10 15 20 بس انا بخاف من السرير سنتي. العالي بيتحشر تحتيه حاجات <applause> لا مش هيتحشر <تصفيق> <تصفيق> يعني انت تفتكري زمان واحنا صغيرين المصري حط تحتيه حاجات <applause> زمان واحنا صغيرين كنا نستخبى نلعب تحت السرير تحت سراير عمتك وخالتك أيوة، ومش صح، عارفه صح. ايه وكده كان في فراغ رائع الناس دي كانت حياتهم جميله مم. مفرحه فيها بهجه فيها تزاور فيها طاقه حلوه قوي كراكيب المطبخ وكراكيب <applause> البلكونه والكراكيب دي بتاثر على طاقه آه طبعا البيت؟ ما بتخليش هذا الانسان يجي له خير ما بتخليهوش يجي خير خالص ليه بتقفل طاقه الخير عليه والبركه آه ليه ففكره ان الدنيا لأنه مستحنة. كدس حياته انت دلوقتي لو عندك كوبايه ميه مليانه بالكراكيب هتاخد حاجه جديده لا طب مش هتاخد أوه. فبالتالي دائما بيوت الناس المعروفة قوي أو المشاهير أو الناس الأغنية قوي هتلاقي بيوتهم فضية أوه. ليه لأن لما بيجيب حاجة جديدة بيرمي القديم على طول أوه. فالدنيا بس أنا في داخل خارج برضو. خلينا نتفق م. إنه البسطاء بيبقى عندهم يعني م. يعني محتاج لحاجات كتير غصب عنه م. م. فيعني يعني مش قادر يرمي لأنه ممكن مثلا يستفيد من الازازة والله بصي أنا يستفيد بقول من العلبة ربنا موجود قادر يدي كل حاجه ولكن آه. يكون آه بالمعقول, بالمعقول. يعني ما يكونش عندي مثلا ثلاث اجهزه كمبيوتر اتنين عطلانين وواحد نص نص وخليهم مكدسين جنبي اه وانت الحاجات أتبرع المكسوره دي والمعطله دي مش كويسه آه في البيت اه بالظبط عندي جهاز مثلا يا اما اروح اصلحه خلاط اروح اصلحه يا اما اديه لحد يصلحه ويستفيد بيه بالظبط لكن عندي ما يبقاش حاجه شكراكيب. اكتر من حد لازم اتخلص منها لان كل في مقوله عندي دايما بقولها تخلص من القديم يأتيك, يأتيك الجديد, الجديد. ده على لا طول. وهي فكره العطاء يعني ادي كمان حاجه ثانيه م... غير كده كمان انت عارفه الكراكيب لما بتمر عليها سنه السنه دي بتوقف الحال يعني إيه؟ بعد طاقة السنه بالظبط خلال السنه بعد سنه على طول طاقه معطلة انا سمعت كمان ان في ترابيزه لازم تتعمل في البيت يبقى عليها طاقه الرزق ايه حكايه الترابيزه لا ما فيش الكلام <applause> او يعني تبقى في البيت لا معلومه مش مش, صحيح. مش صحيحه طبعا إن الناس... هو الرزق من عند ربنا آه. ولكن احنا بنتكلم في علم هندسي جميل آه، اسمه علم معروف قوي من 4000 سنه كمان كان علم قديم آه، طلع من الصين م. العلم ده هو ازاي تعمل توازن طاقي في المكان عن طريق الديكور الألوان الأشكال الهندسية آه كمان آه مواقع الحمامات والمطابخ في المكان موقع السرير في غرفة النوم كل دي منظومة متكاملة طيب خليني أقولك مثلا حاجة أحيانا مثلا الناس يبقوا على قد الحال وغصب عنه ما عندوش غير حيطة واحدة اللي هيحط عليها سريره أو مكانه وهيبقى فيها حمام ده يتصرف إزاي ليه حيطة واحدة ما هو الأوضة أربع حيطة ما هو يعني مش قاعد في بيت أربع حيطة أي؟ يدور على حيطة يدور على حمام. حيطة تانية أه؟ بحيث إنها تقلل حاجة البساطة والفانشوي وطاقة المكان لكل الناس صحيح. كتير قوي بتروحي بيت على قده جدا بسيط جدا ولكن بسم الله ما شاء الله مطبعه أموال أوه. الناس رزقهم واسع الفلوس ما شاء الله بتكتر في هذا البيت يجمع الفلوس يروح على بيت تاني أكبر الدنيا تقع فمش شرط ان هو يكون المكان براحه اللي فيه بان هو مثلا 300 متر ولا 700 متر لا أوه. هي هندسه المكان عامله بالظبط يعني كتير قوي ناس تيجي تقول لي طقا. ايه انا عندي عايزه اخد مثلا شاليه ولا بيت في حي الاغنيه ولا اخد بيت كبير جدا في حي الفقر لا أوه. انا اخد بيت صغير في الطاقة الايجابيه في المكان اللي فيه راحه آه، واعمل فيه راحه ويبقى بسيط عشان بس. كده احيانا تلاقي ناس يقولك انا مرتاح مجرد كليم كنبه بسيطه كرسي فتبقي مبسوطه في طبعًا. المكان ما كده يجي له الرزق اكتر مم. بعكس ما هو البيوت المكدسه اللي مش متنفس زي ما احنا جسمنا زي ما احنا بتنفس البيت محتاج يتنفس اه يعني لازم تدي له نوع من مسارات الغير مرئيه المتحركه دي اللي هتأثر على الخير في هذه المكان مش احنا ساعات كتير نقول ايه البيت ده قرفته حلوه صحيح والبيت ده قرفته وحشه ده من ايام اجدادنا اللي هو البركه في المكان فهو علم البركه ده اللي هو علم طاقه المكان او الفونشوي ده علم البركه علينا. في المكان واخدينه من فكرة اهلنا زمان يعني فكرة كمان تغيير النظام، مم. يعني في سيدات كتير انا واحدة منهم احب اوي اغير النظام، ما بقدرش أه. أعيش سمعتي كلام يا اه كده. أنا سمعت كلامك طبعا، <applause> ما بقدرش أعيش <applause> طول الوقت بإنه <applause> السرير كده والكرسي كده والترابيزة كده وال... يعني مم. أحب أغير يعني لازم يعني قد ما أقدر ليه لا؟ فالتغيير ده مش بنقول احنا دايماً في الحركة بركة؟ حتى حركة الأثاث، اه كتير اوي من الستات اللي بتسمعنا دلوقتي بتيجي توضى بالبيت وتقلب البيت من أول لاخره وتنقل المكتبه مكان السفره والسفره مكان الانتري وتنقل مجهود شاق غير طبيعي بس بتحس براحه جميله وطاقه متجدده أيوة صح. تحس ان هي قعدت في بيت جديد اه ان هي غيرت فاذا آه. التغيير كمان بيدي مهم دي. جدا بيدي يعني أساس. كل ما بتغيري كل ما بتحرري او بتحركي مسارات الطاقه المخفيه في المكان ممكن بقى نقول بقى عمار البيت ولا نقول ما معرفش ايه في البيت ولا نقول ايه احنا بنسميها علميا مسارات الطاقه الناس إيه اللي عندها مشاكل كتير هل لازم يقفوا ويشوفوا البيت اللي قاعدين فيه ايه سبب المشاكل؟ طبعاً زي طبعاً ايه طبعاً. مثلا؟ زي مثلا آه ناس كتير قوي بتعمل الحمام بتاعها بسيراميك ازرق أوه. دايما على طول الناس اللي عندها حمام ازرق تعرفي على طول مية في 100% وانا مسؤوله عن كلامي ده عندهم مشاكل كتير في السباكة. في السباكة بسبب الحمام الأزرق. أوه. أي حمام أزرق أو حمام كمان أسود بس دايماً منتشر أكتر الأزرق. إيه السبب في الأزرق؟ لأن طاقة مائية في مكان مائي في مكان فبيحصل مغلق فبيحصل قفلة مقفول. إمتى أحط الأزرق مع الطاقة المائية لما يكون عندي حمام سباحة بره؟ اه. طاقة مفتوحة. أيوة. مش مقفوله زي الحمام فاذا احنا دلوقتي عندي نافوره بره احط اللون الازرق لازم دلوقتي نسال في الحاجات آه. دي لانها آه. بتدي اضافه يعني. جدا كتير. الناس اللي بتتخانق كتير قوي هتلاقي عندها البوتاجاز لازق جنب الحوت اه ال 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 عنصر ال ال الماء بجوار لازق مع الحراره عنصر النار اه زي زمان كده كانت ما تجيبش الميه جنب النار اه ايوه بالظبط صح زي ماري مونيب زمان تقول لك ف... مايه ونار خلي المشكله آه. موجوده كده البوتاجاز كده آه. والحوض وال الناحيه الثانيه مثلث الحركه في تصميم المطبخ آه. ده ضروري جدا جدا الناس تحافظ عليه ان انا ببعد البوتاجاز عن الحوض ببعده عن الثلاجه ثلاث عناصر موجوده صح. في مثلث الحركه. آه. ما بقى حتى لو مطبخي صغير الزق الاتنين جنب بعض هو حتى كمان في الاستخدام مش معقول هطلع الحله من على النار اروح حطها في الحوض. صح لازم يكون عندي على الاقل مساحه 40 كبير. سنتي لا تقل عن 40 سنتي. نصائح الحقيقه كلها حلوه يا رب يكونوا الناس كده استفادوا منها وانا بحب الكلام عن طاقه بتدي الناس اساسا طاقه. دكتوره سهى عيد دايما بتنورينا ودايما بتزودينا بعلم الطاقه الجميل انا أشكرك بشكرك ونورتينا أشكرك في التاسعه كل الضيوف اللي سمعتنا النهارده اكيد نورتينا في التاسعه مشاهدينا اتمنى ان كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها تكون اديتكم كده جزء من الطاقه الحلوه لانه هي الحياه عباره عن فكره فكره حلوه نسمعها ننفذها نستفيد منها اتمنى ان يكون يوم الخميس كان خفيف عليكم غدا تلتقون مع زميلتي العزيزه دينا عبد الكريم تكون معكم في موعد التاسعه اما انا القاكم باذن الله الاسبوع الجاي يوم الخميس تصبحوا على الف خير شكرا